حياكم الله مشاهدي قناة شوف تيفي، وأهلا بكم في قراءة لأهم عناوين الصحافة الصادرة هذا اليوم. ونبدأ جولتنا في رصيف صحافة الخميس من الأحداث المغربية التي كتبت أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت صباح أمس الأربعاء بتنسيق مع مديرية حماية التراب الوطني 14 شخصا بسيدي سليمان كانوا يستعدون للالتحاق بالقتال الدائر بسوريا ضد نظام بشار الأسد. المعتقلون متشبعون بالفكر الجهادي، وسبق لبعضهم السفر إلى بؤر التوتر بالعالم كسوريا عبر تركيا، وقد تم وضعهم تحت الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة بالقنيطرة، تضيف الأحداث المغربية. أخبار اليوم المغربية من جهتها تناولت في أحد مواضيع صفحتها الأولى ملف فتح الحوار مع معتقلي الإرهاب، مؤكدة أن أطرافا في الدولة تستعد لإطلاق مبادرة جديدة لحل مشكل معتقلي السلفية الجهادية. وعلمت الجريدة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستعد للإشراف على مبادرة حوار جديدة مع معتقلي السلفية، وهي المبادرة التي ينتظر أن يساهم فيها أيضا بعض الشيوخ الذين غادروا السجن. من جهتها جريدة الصباح تطرقت لموضوع المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط التي أصدرت حكما بثلاث سنوات حبسا في حق جندي بوجدة بتهمة كشف معطيات تتعلق بأسرار الدفاع المغربية لصالح المؤسسة العسكرية الجزائرية، كما قضت في حقه بغرامة مالية قدرها 500 درهم. ذات الجريدة ذكرت أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران هاجم في المؤتمر الأول للغة العربية بالرباط مذكرة رجل الأعمال نور الدين عيوش التي دعت إلى اعتماد الدارجة لغة للتعليم الأولي. بن كيران أكد من يواجه العربية يواجهه شخصيا قائلا اللي بغى يدمر اللغة العربية غادي يواجه السي بن كيران نيشان. جريدة الأخبار نشرت أن قاضي التحقيق بغرفة الثالثة بمحكمة جرائم أموال باستنافية مراكش قد سحب جواز سفر أنس الجزولي شقيق عمر الجزولي العمدة السابق لمراكش وأحد وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بذات المدينة، ومنعه من مغادرة التراب الوطني ووضعه تحت المراقبة القضائية. إلى جريدة المساء التي أفادت أن المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدة كشفت خلال لقاء بمراكش عن احتمال إصابة حوالي 70% من المغاربة بداء فقدان المناعة المكتسبة المعروف بالإيدز، وأن عدم اتخاذ التدابير الوقائية ضد هذا المرض من شأنه أن يرفع نسبة المصابين. نهاية جولتنا في رصيف الصحافة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.